يصلي هذا نهار السبت يكون عم هذا هو عبد الرحمن المبسوط قبل أيام على تنفيذه عملية انتحارية عشية عيد الفطر، يرقص لأنه خسر في لعبة ورق. إنها حكاية جديدة من طرابلس أجدني أمامها في محاولة لفهم العوامل التي جعلت من هذه المدينة منبعا للمتشددين. الطريق التي أوصلت عبد الرحمن المبسوط إلى النهاية التي أودت بحياته وحياة عسكريين آخرين في الليلة الأخيرة من شهر رمضان الفائت تشبه تلك التي عبرها مئات من أبناء المدينة، عائلات مفككة تتكاثر في أحياء يتداخل الفقر فيها مع انخفاض في مستويات التعليم، دوائر متداخلة يصعب الخروج منها إلا إلى دوائر أكثر عنفاً. عبد الرحمن المبسوط مثل شبان كثر من أبناء المنطقة أمضى وقتاً في سجن رومية، حصل ذلك بعد عودته من القتال في صفوف داعش في إدلب وقبل أشهر من القيام بعمليته الانتحارية في ليلة الثالث من حزيران. ليلة العيد يا حبيب قلبي واحد بالبيت، أنا أعطيتها مصوري يا مرتي قلت لها انزلي اشتريت يعني على أولادي مأمل لهم، نزلت على السوق أنا وقعي بالبيت الأولاد نايمين ما أدر على التلفزيون، بجيني على الواتساب طلعت نار في الميناء بجيني بس سنترال وفي قتيل ناحية السراية وكمبلي على مصرف لبنان. لا شو بفتح التليفون مجموعة عبد الرحمن الموصول اطلع شو مجموعة عبد الرحمن الظهر شفتوه والله العظيم ما معنا خبر شيء. ضايتان بيحطوا على التلفزيون اخبار حطوا دركي بالارض مش التليفون ضاقت لها ما رد علي. اما تنزلت من البيت وجيت على القهوة لقيت وقعد هو واخي خلي يكون هون وجا اخي التالت هدول اخويتي يعني من امي وابي ليتين عم وقاعدين بالقهوة عم نشرب قهوة شي نص ساعة تقريبا نص ساعة هيك شي نص ساعة نحن قاعدين عم نحضر تلفزيون بيجي جيش بياخذنا التالت يعني لا نعرف شي بقى من بعده. ما كنت عارف شي نهائيا. مخابرات الجيش اللبناني صنفت عبد الرحمن المبسوط ذئباً منفرداً، فبحسب التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية هو لم يتلقى أوامر مباشرة من تنظيم داعش لتنفيذ عمليته، كما أن التزامه الديني لم يكن ثابتاً. هذا من الأمور القليلة التي تلتقي حولها الروايات المختلفة حول حياته. اللي بيعطوا على تركيا ما معنا خبر بهيدا ما معنا خبره إذا أكل وفطر ما أحلاه يعني قبل بيوم تاني يوم بس إيد أبورة ما بين عنه سينيئيا أكثر شيء كان هو ليثي عن مينة هو ما كان بعدين يصلي بعدين مثل ما أنا بعرف ما كان يصلي ما في إلا بهالأول الجمعة هالأخرونية صلي صلي بالأول كان يصلي ما يصلي ما بعرف لأنه كان مستقر مع بيت عمه سكن مع بيت عمه كل شيء مع بيت عمه ما أعرف شيء عن حياته لأنه أنا أساساً كل واحد ملكيه ببيته مثل ما بيقول هاي. طيب أين تبلش يطول دقنه؟ من الأول من لما كان برومية لساته ضامه طويلة وكان سيروي أنا ويا أكثر شيء إنه حلاقها بضامه كلتنا حجاجي وشيخ عليك ما هيك ضامه إيه إلى وقت إلى وقت إلى وقت هاي يعني في شيء غامض غامض ما كان حدا يعرف شو بده او شو عم يعمل او انا يمك مشت علي وهلق السؤال لمنزل الرطل
قال لي شو عامل الدولة اللي حوله؟ قلت له بدي أعرف مين اللي أخذ ابني؟ مين اللي أخذ ابني؟ وبدي حوسني. آخر مرة تمشت هذا هون إمام الجامع ربيع جابر. قلت له إذا بتكون أنت وراء عباد بيطبعك لعباد. إيه كمس عالم كثير إيه. ما خليت حدا. بتقلي على لبي اطلع، بتقلي بالتبانه رحت، بتقلي لانه اللي اخذ لك ابنك بدك تاخذ روحه. طيب في عنده اصحاب راحوا اصحاب؟ بالنسبه لباب الرمل ما في حدا بيجي لعنده على البيت. ما حدا انا بعرف بيقعد بالقهوه بيلعبوا شده بس مين رفقته؟ والله ما بعرف. بركب الموتور ويروح، اكثر شيء على البحر. عبد الرحمن المبسوط أحب البحر وصيد السمك. تفصيل آخر تلتقي عنده الروايات. مرة أخرى أجدني أعيد بناء حكاية جديدة في هذه الغرفة التي يملكها والده. عاش عبد الرحمن أشهرا مع مريم زوجته الثانية قبل أن يخبرها في ليلة العيد أنه ذاهب للقيام بعمليته الانتحارية. على بعد أمتار قليلة عاش مع سجى زوجته الأولى، تبلغ اليوم من العمر 20 عاما. هي أم لطفلين، كان أصغرهما رضيعا يوم تركها ليلتحق بصفوف داعش. لم تحزن لرحيله كما لم تحزن لموته، ولم تنتظر عودته. بعد مغادرته إلى سوريا طلقته. لم يكن الأمر صعبا، فالعنف الذي عرفته منه لم يقتصر عليها، بل طال ابنها وشقيقها وأمها. هلا قيس على نفسه، وأنا قيس عليه. أنا بدي أترك وليدي اثنين أو واحد، وأترك مرتي صبية، وأنا أروح بدي جهد بسبيل الله. يا ريت على شيء مظبوط. روح على الأقصى أنا معك. فهو مرته يا أخي ما فيها تحمل. هلا أنا أعتبر على أختي ما فيها تحمل. لو انت وين ولادك؟ انا بدي اعيشهم. ما فيها تعيشهم. فطلبت الطلاق منه على السبب. بعيدا من الكاميرا تخبرني ليلى والدة سجى حكايتها. هي لا ترغب بانتقام ولا تريد ان تغفر، تريد فقط حماية حفيديها. تفكر بارسالهما الى مدرسة داخلية بعيدا من حلقة العنف الذي تردد ان لا مفر منه، لا خارج جدران المنازل ولا داخلها. اوعى تفكر انا اذا بعرف انسان لداعش او للدوله الاسلاميه وحيجم بيت الله، اذا ما بعته انا بكون انا بني بنادم. اوعى تفكر هيدي. من الاخير بعطيك اياها. ما بنطر الدوله تاخذ حقي، انا باخذ حقي. ما الذي أوصل عبد الرحمن إلى الانتحار؟ هل العائلة التي بددها طلاق أعقبته زيجات متتالية للأب والأم؟ هل ما يحكى عن عنف تعرض له على يد والده وجده؟ هل تعاطي المخدرات؟ والده ينفي وشقيقه لا ينفي. لا يبدو أن لهذا أهمية، ففي المدينة هذه تفاصيل تتكرر، والسيرة التي أخذت عبد الرحمن إلى هذه النهاية المأساوية هي أيضاً سيرة عشرات بل مئات من فتية أحياء الفقراء في طرابلس.